أعزائي المشاهدين، علم من أعلام العراق في القرن التاسع عشر هو الشيخ العلامة عبد الغني آل جميل. نتحدث عنه في هذه الحلقة ليس لعلمه فحسب، نعم كان عالماً كبيراً، ولكننا نتحدث عنه بوصفه قاد ثورة مهمة في بغداد هزت دعائم الإدارة العثمانية فيها، في هذه المدينة بل في العراق كله، يعني في عام 1832 كان هذا الرجل يعني قد قاد حركة أدت إلى هز دعائم ذلك النظام. إذن نحن نتكلم عنه ليس بوصفه عالما كما قلنا، ولكن بوصفه ثائرا حقيقيا تمكن من أن يقود أهل بغداد في ثورة عارمة سرعان ما امتد تأثيرها إلى المدن العراقية الأخرى. هذا الثائر عبد الغني آل جميل سيرته تستحق منا أن نخصص له بعض الوقت في هذه السلسلة من الأحاديث عن أعلام العراق. الذي نعرفه عنه أنه انحدر من أسرة أصلها من حمات، من مدينة حمات في سوريا، وانتقلت إلى عانة في العراق، ثم انتقلت إلى بغداد. وفي بغداد ولد، فيما يبدو أن ولادته كانت في بغداد، ودرس على أيدي علماء بغداد في ذلك العصر، وتلقى علما جيدا على لأنه درس على كبار علماء بغداد، كانت أسرته معروفة بالعلم هي أيضا، ودرس أيضا على بعض شيوخ أسرته. كانت ولادته في عام 1777 ميلادية، وسرعان ما يعني ظهرت نباهته وبز أقرانه في العلم والثقافة، لأنه إضافة إلى أنه درس العلوم التقليدية يعني العلوم الشرعية واللغوية وغير ذلك، ظهرت موهبته في الشعر، فكان شاعرا أثارت قصائده وأشعاره إعجاب معاصريه، وعرف أيضا بسمو خلقه وبشخصيته مما يعني جعله يحظى بتقدير كثير من يعني الأسر البغدادية والعلمية والمواقع الاجتماعية في بغداد في ذلك الوقت، الأسر التي كانت تحت المواقع الاجتماعية عالية في ذلك العصر. ومن الذين تابعوا هذا العالم الشاب السيدة عاتكة خاتون بنت نقيب بغداد في ذلك الوقت علي القادري الجيلاني. كانت هذه السيدة معنية بشؤون العلم وجمع الكتب ووقف الكتب وأعمال خيرية وإنشاء السقايات، كانت مشغولة بأعمال الخير، وأنشأت مدرسة كبيرة قريبة من جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني في محل الباب الشيخ، نسبت إلى اسمها وعرفت بالمدرسة الخاتونية، وكانت حريصة على جمع الكتب من كل بلد ومن كل حدب وصوب، حتى أنها كلفت علماء بغداديين أن يجمعوا الكتب من بلاد الشام، يشتروها من بلاد الشام ويرسلونها إلى هذه المكتبة. ثم شاء القدر أن تسافر هذه السيدة إلى لأداء مناسك الحج، وفي الطريق في طريق عودتها توقفت في دمشق، ويبدو أنها كانت قد يعني تبرعت أو كانت قد يعني أنفقت الكثير في باب الصدقات، حتى أن الأموال التي كانت تحملها نفذت أو كادت أن تنفذ، فاضطرت إلى أن ترسل إلى أسرتها طالبة مزيد من الأموال لتتصدق بها هناك في دمشق.
وأرسل لهذا الغرض عبد الغني آل جميل، لأنه لم يكن مثله من هو بمستوى خلقه وذكائه ونباهته، فأرسل وأمانته أيضا، وهو يحمل مبلغا كبيرا من المال إلى هذه السيدة في دمشق. وانتهت المشكلة، ولكن المشكلة الأخرى هي أن هذه السيدة لم تستطع أن تعود إلى بغداد بعد أن أنفقت ما أنفقت بسبب وصول الأخبار أن بغداد عمها الطاعون، فاضطرت إلى البقاء. واضطره عبد الغني آل جميل أن يشغل نفسه بطلب العلم في هذه المدينة على يد العلماء الكبار، منهم عبد الرحمن الكزبري وحامد العطار، هذه أسماء كبيرة كانت في دمشق من أهل العلم. وقضى وقته وهو يطلب العلم، حتى أن هؤلاء أجازوه، أي أعطوه شهادات علمية تدل على مبلغ ما وصله من علم في تلك البلاد. وصادف أيضا أنه كان في دمشق في تلك الفترة والي كلف عثماني، هو والي حلب، كان كلف بالذهاب إلى بغداد ليقضي على حكم المماليك الذين استأثروا بحكم هذه المدينة نحو من 80 سنة، وكان آخرهم وهو داود باشا، وقد تحدثنا عنه في حلقة سابقة، قد أصبح يهيئ نفسه وبلاده إلى الاستقلال عن الدولة العثمانية. فكان هذا الوالي، والي حلب واسمه علي رضا باشا، مكلفا بالذهاب إلى بقيادة جيش طبعا وجيوش أخرى متجحفلة مع قواته إلى بغداد للقضاء على داود باشا وإعادة الحكم العثماني المباشر إلى بغداد والعراق عامة. فالتقى عبد الغني آل جميل بالوالي، وأعجب الوالي علي رضا باشا بعبد الغني آل جميل، وهذا الإعجاب سيكون له صدى فيما بعد، حينما عاد الطرفان الوالي المكلف بالمهمة العسكرية وعبد الغني آل جميل إلى بغداد. عين علي رضا باشا هذا الشيخ عبد الغني آل جميل مفتيا لبغداد، بالتأكيد كان للإعجاب الذي كنه إليه وهو في دمشق سببا في أن يختاره لهذا المنصب الرفيع. لكن عبد الغني آل جميل لم يكن ممن يشترى بالمناصب، إذ سرعان ما بدأ يتابع الأعمال التنكيلية التي قام بها علي رضا باشا وجلاوزة نظامه الذين كانوا يمثلون أسوأ الإدارات التي تعاقبت على بغداد في ذلك العصر. كان علي رضا باشا يطمع في أن يسدد نفقات الحملة التي كلف بها عن طريق فرض الأتاوات والضرائب غير الشرعية وغير القانونية على البغداديين، مما أرهقهم، وكثرة المصادرات والمداهمات وغير ذلك، بحثاً عن الأموال لتسديد تلك الكلف التي ذكرناها. ولاحظ عبد الغني آل جميل من موقعه هذا ما كانت تتردى إليه الأحوال في بغداد، وكان يتعاطف طبعا مع مشاعر البغداديين الذين لا سيما من التجار ومن أصحاب الأموال الذين صدرت أموالهم لكي تدخل في خزائن هذا الوالي، وبدت نذر الثورة واضحة في بغداد في ذلك الوقت. ولكن الشرارة التي أوقدت الثورة هي أن بعض جلاوزة علي رضا باشا وهم يبحثون عن الأموال لمصادرتها أرادوا أن يعرفوا أين كان داود باشا آخر المماليك يضع أمواله لكي يستولون عليها. وطبعا داود كان قد غادر بغداد منفيا إلى اسطنبول في هذا الوقت، فلم يجدوا إلا بيت أحد أعوانه وأحد مقربيه ويدعى رضوان أغا، فقصدوه. وكان رضوان أغا قد غادر بيته هو أيضا فارا عند قدوم علي رضا، ووجدوا زوجته وهي الباقية الأمينة المؤتمنة على أموال داود باشا التي خبئت في هذه الدار. فتعرضت الزوجة إلى التنكيل والإهانة والضرب والكي بالنار، كله من أجل أن تكشف لهم
أين دفن زوجها هذه الأموال التي اؤتمن عليها وهي أموال داود باشا. وبعد ذلك ذهبت هذه المرأة وهي تولول وتصيح إلى مفتي بغداد عبد الغني آل جميل تقول له ما حدث. فاستقبح واستبشع مفتي بغداد هذا العمل، لم يكن مألوفا أن تهان امرأة أيا كانت لسبب كهذا، كان للنساء حرمتهن ولم يكن معتادا ولم تكن ثمة سابقة على أن يقوم نفر من يعني من الجلاوزة بإهانة امرأة وتعذيبها من أجل الحصول على الأموال. فخرج مغضبا من بيته وذهب باتجاه جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني ليلتقي هناك بالعلماء الذين كانوا يعني قد اتخذوا من هذا الجامع مقرا لتبرمهم وضيقهم بالنظام. وفي الطريق وجده البغداديون وهو يسير مغضبا فالتفوا حوله، وكلما سار زاد عدد الذين يعني يسيرون حوله وخلفه حتى أصبح يقود مظاهرة كبيرة إلى أن وصل إلى جامع الشيخ عبد القادر. وهناك سمع نقيب الأشراف هذه المظلمة التي وقعت وسمع الناس فأعلنوا الثورة، وقام عبد الغني آل جميل برفع راية الشيخ عبد القادر. راية الشيخ هي حقيقة يعني شعار رمزي كان يرفع في أثناء الثورات أو الأعمال الكبيرة الخطيرة يعني، فرفعوا هذه الراية، وبالتالي أعلن الجميع الثورة على علي رضا باشا وعلى نظامه. واجتمع البغداديون أو معظمهم على تأييد هذه الثورة، فأصبح عبد الغني آل جميل قائدا حقيقيا للثورة، وتبعه الناس مخلصين له في قضية رفع الظلم ليس عن هذه الإمرأة المستغيثة به، ولكن على أهل بغداد الذين طفح بهم الكيل لشدة ما عانوه من اضطهادات وتنكيل في على يد جماعة علي رضا. هنا الوثائق المصرية الموجودة في الأرشيف المصري تكشف لنا معلومات لا تذكرها المصادر المحلية العراقية. ولماذا الأرشيف المصري؟ لأن محمد علي والي مصر كان قد أرسل حملة إلى بلاد الشام في هذا الوقت ومتحديا الدولة العثمانية، وكان العيون يعني الجواسيس أو المخبرين ينقلون إليه في تقارير دورية ما كان يجري في بغداد. تحدثنا هذه الوثائق عن التفاف البغداديين عن ثورتهم، بل تذكر أن العشائر المجاورة إلى بغداد حوالي بغداد انضمت هي إلى هذه الثورة، حتى أن الوالي علي رضا باشا وجد نفسه يعني محصورا في السراي لا يستطيع الخروج إلى المدينة، ثم أنه اضطر إلى مغادرة بغداد إلى المناطق القريبة في الجانب الغربي إلى الكرك ثم إلى مناطق أخرى فارا بنفسه. كان يعني الثورة بدأت تتطور بسرعة لتكون يعني لتحقق أهدافا أعلى سقفا مما بدأت من أجله. حتى هناك إشاعات كانت أن الوالي علي رضا باشا قتل في أثناء، ولم يقتل، ولكن المعلومات كانت تدل على الوضع المضطرب الذي عاشته بغداد ونجاح الثورة في ما حققته من امتداد ومن تهديد حقيقي للسلطة الغاشمة آنذاك. سرعان ما انتشرت الثورة في مناطق أخرى في يعني من العراق، انضم يحيى باشا الجليلي حاكم الموصل والي الموصل إلى محمد علي في مصر، وانضم ولاة آخرون وأمراء وزعماء، حتى أن منطقة الفرات يعني عانة وهيت وراوة وهذه المناطق أعلنت ولاءها للإدارة المصرية في بلاد الشام محتجة على علي رضا باشا. العراق كله كان يعني على حافة منعطف مهم في تاريخه، كان عبد الغني آل جميل هو موقد هذه الثورة، شرارة هذه الثورة وقائدها في نفس الوقت.
لم يستطع علي رضا باشا أن يقضي على هذه الثورة إلا بعد جهد جهيد، وبعد أن استخدم المدفعية الثقيلة في دك معاقل الثوار داخل مدينة مكتظة بالأزقة. يعني تعرفون أن الحرب في مثل هكذا يعني أزقة وفي ظل هكذا ظروف كانت صعبة، مع ذلك استخدم المدفعية مضطرا لدك معاقل الثوار. ومما دكه من هذه المعاقل بيت عبد الغني آل جميل نفسه في محلة قنبر علي في بغداد، وكان من يعني النتائج المؤسفة لهذا الهجوم على بيت المفتي أن مكتبته العامرة التي قدر عدد مخطوطاتها النفيسة ب8000 مخطوط نفيس احترقت عن آخرها، واضطر قائد الثورة بعد أن يعني نجح علي رضا باشا في تنكيله بالثوار اضطر إلى مغادرة بغداد واللجوء إلى مدينته الأولى في عانة، ومن هناك اضطر مرة أخرى إلى الذهاب إلى بلاد الشام يعني ليقيم فيها فترة بعيدة عن يدي وملاحقة علي رضا باشا. الثورة حقيقة يعني في الآخر تم القضاء عليها، ولكنها كانت بداية لمرحلة مهمة من تاريخ العراق ومن تاريخ بغداد على وجه الخصوص. العلماء الذين قادوا الثورة والثوار الذين كانوا أدواتها تمكنوا في الآخر من إجبار علي رضا باشا إلى إصدار وثيقة تعد فيها أهل بغداد بأنه لن يقوم لا هو ولا أعوانه بمصادرة أحد أو بقتله أو بتنكيل به إلا بموافقتهم. يعني نجحوا في تكوين ما يمكن أن نسميه اليوم مجلس إدارة، سميه ما تشاء، أو مجلس شورى أو برلمان مصغر. يعني هؤلاء كانوا يمثلون شعب بغداد، العلماء والشخصيات الاجتماعية الكبيرة، واتخذوا من جامع الشيخ عبد القادر مقرا لهم، وأجبروا يعني أحضروا الوالي وأجبروه على أن يعدهم بأنه لا يفعل ما فعله جلاوزته من قبل من التنكيل بالبغداديين. فكان هذا بداية لنوع من فرض الشعب كلمته على حكامه. قبل ذلك لم يكن هذا يحدث، وكان الولاة يتصرفون وفقا لما تقتضيه مصالحهم وما يراد لهم أن ينفذوه. أما أن يفرض الشعب كلمته ويجبر الوالي، ومثل هذا الوالي الجلواز، هذا الوالي القاسي، الوالي المتجبر الذي جاء ليقضي على نظام المماليك، أن يجبروه على النزول عند إرادتهم وأن يعدهم يعني على الملأ وفي هذا المكان المهم، يعدهم بأن لا يقوم بأي تنكيل ومصادرة إلا بموافقتهم. يعني هذا شيء كان سابقا لعصره، وبالحقيقة كان لثورة عبد الغني آل جميل الدور الأساس والمهم في أن يحقق العراقيون والبغداديون بوجه أخص هذه النتائج الثورية إذا جاز التعبير، التي لم تكن لها سوابق من قبل. يعني من ما يجب كان أن نذكره أيضا، عبد الغني آل جميل له شعر عامي حماسي لم ينشر لحد الآن، كان يتردد في جنبات بغداد وفي حولها أيضا يعني إثارة حماس الثائرين، كما أنه كان شاعراً بالفصحى، شاعراً كبيراً، نشر شيء من شعره منذ عدة عقود. كان ثائراً مثقفاً، شاعراً أديباً، جمع في نفسه كل هذه الصفات، وبالتالي كان يستحق منا أن نلتفت إليه في هذه الأحاديث، ولنا أحاديث أخرى عن أعلام آخرين في حلقات مقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.